بأيد أوكرانية يفتك بالسكان المدنيين في جمهورية دانيسك. لا يتوقف نظام كييف عن استهداف الأحياء المدنية والبنى التحتية في الجمهورية. قصف يحرق البشر والحجر، وكأن الهدف هو القضاء على كل ما هو موجود. يجب القضاء عليهم، وإذا تطلب الأمر فلتقصف مراكز القرار في كييف. إنهم يقتلوننا بالصواريخ الغربية، هناك خسائر بين المدنيين، يقولون إنهم سيحاربون حتى آخر جندي، لذلك يجب استخدام السلاح أكثر قوة. منذ ما يقرب من 9 سنوات يرزخ أهالي جمهورية دانيسك تحت وطأة القصف الأوكراني، قتلى وجرحى ودمار بالممتلكات. بات هذا مشهد الحياة اليومي. هذه بلدي ولن أتخلى عنها، لن أعطي من يريدون قتلي واقتلاعي من جذوعي الفرصة لتحقيق مهاربهم. انظر ماذا يفعلون، يقصفون المدنيين. لو كان باستطاعتي لحملت السلاح وقتلت. ما كل هذا الحقد؟ يقصفون كل شيء ولا يستثنون أحدا. مشهد الحياة اليومية لسكان الدنباس بات مطبوعا بصور الضحايا وأصوات الصواريخ والقنابل، ورغم ذلك فإن الأهالي مصرون على المضي قدما نحو التحرير الكامل لأراضي الجمهورية.